السلام عليكم ومرحبا بكم. شيوة جديدة مشيوات أم أنس. اليوم جيت وجبت لكم المسمن أو المسمنات الرغيف، فمن لا يعرفهم، بطريقة صراحة جد بسيطة، كيجيو ما شاء الله مورقين بالنسبة للمبتدئات اللي ما كينجحش معهم المسمن واللي كيعذبها طبعا في الطليق. فغادي نجيكم إن شاء الله اليوم بطريقة سهلة جدا، كذلك السر اللي كيخليهم يجيو منفوخين ومورقين بمذاق مميز جدا. غادي نضيف عليهم إن شاء الله واحد الملعقة اللي خليهم يجيو هشاش وبنان من الداخل، وكذلك مقرمشين من برا. كم الفيديو طبعا، فما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم والتعليقات ديالكم، فشوفوا ما شاء الله كيف كيجيو منفوخين جدا. فطبعا ليهم اسرار، فما عليكم الا تتبعوا الفيديو وتتبعوا الخطوات. واللي كيتبعني لاول مره فكنقول لكم الف مرحبا، ضغطوا على زر الاشتراك وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا هكذا بكل جديد. غندوزو ان شاء الله مباشره للمقادير. عندي هنايا زلافه كبيره مملوءه جيدا من الدقيق ديال الفينو. الفينو طبعا هو السميد الرقيق الناعم جدا. الكميه ديال الفينو اللي استعملنا، غادي نستعملوا نفس الطاسه. انا متني عيني ميزاني، يعني الا عملتوا زلافه ديال الفينو كتعملوا زلافه ونص ديال الدقيق. صافي، غادي نضيفوا طبعا الملح الكافي، يعني الملح على حسب، كتبقى على حسب الذوق. هنا غادي نضيف واحد المذاق اخر، طبعا كيبقى اختياري، ولكن غير ضيفوه المذاق ديال الفانيليا، واحد الكيس ديال السكر ديال اللاباني. وهنايا غادي نضيفوا عليها ملعقه من الزبده. هاد الملعقه كتخلينا يعني المسمن ديالنا كيجي مورق وكيساعدنا يعني في الطليق. وطبعا من الضروره المسمن كيف ما كنعرفوه، يعني الا كان كيتقطع وما كيساعدش لينا انه نطلقوه رقيق بزاف، ف يعني ما كيجيش معنا مورق وما كينتفخش. فهذا هو السر. السر الثاني، فكنعجنوه جيدا. بالنسبه اللي ما عندهاش العجانه فكتعطيوه الدليك، يعني كدلكوه جيدا، واللي يعني الكتاف ديالها ما قادرينش انهم يدلكوه لمده طويله، فما عليكم الا تدلكوه قليلا، ما تقريبا 5 دقائق، وكتزيتوه، يعني كتاخذوا ديك الكره ديال العجين كتعملوا لها شويه ديال الزيت وكتعملوها في بلاستيك غذائي لمده نصف ساعه، فكتطلق راسها براسها وكتولي مدلوكه مدلوكه بحال دلكت لكم العجانه بهذا الشكل. ها هو صافي، هذا هو القوام ديال العجين. ما خصوش يكون خفيف بزاف وما خصوش يكون ثقيل جدا، يعني القوام كيف ما كتشوفوا القوام ديالو متماسك وفي نفس الوقت رطب جدا. انا هنايا غادي ندوز نخدمه مباشره، غادي نشكل الكرات، لانه بحكم انه تدلك جيدا ما غنتسناش عليه لمده طويله. بالنسبه نتوما الى عجنتوه باليدين، فكيف ما قلت لكم كتعملوه في بلاستيك غذائي، كتعملوا الزيت طبعا باش ما يلصق لكمش في بلاستيك، ثم كتسناو عليه نصف ساعه الى مده ساعه، وكتبداو تعملوا هذه الطريقه يعني كرات، وكتغطيهم ببلاستيك غذائي يرتاحوا لمده تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه هكذا، باش كتسهل عليكم طبعا العمليه ديال التطليق اولا العمليه ديال التسوراق. صافي، كيف ما كتشوفوا غادي فدهنت سطح العمل اولا ديك الصينيه، دهنتها بالزيت باش ما هكذا ما تلصقوليش الكرات في وسط الصينيه. وثم كنعمل كرات بهذا الشكل. ها هو طبعا الكرات كيبقاو اولا كيبقى على حسب الحجم ديال المسمن اللي بغيتوه. بغيتوه صغير بزاف فكتعملوا الكرات صغار، من ديالي انا عملته تبارك الله كبير، يعني حجم متوسط حجم عائلي. بغيتوه طبعا كبير يعني مسمن XL فكتضعفوا الكره. فصافي، يعني انا غادي نعطيكم ان شاء الله الاساس وكذلك طريقه التوراق. صافي، غادي ندهنلهم الوجيه ديالهم بهذا الشكل بالزيت. يعني انا في الاول دهنت فقط الصينيه، كورتهم، ثم دهنت لهم الوجه ديالهم. غادي نخليهم انا فقط يرتاحوا 10 دقائق، فهذه هي المده الاولى اللي غنخليهم يرتاحوا فيها لانني عجنتهم جيدا ولا العجنه. هنا طبعا غادي نضيف ملعقتين من الزبده، ضفتها الى واحد الزلافه ديال الزيت، ما يقارب 200 مللتر ديال الزيت، يعني ملعقتين في 200 مللتر. كتبقى طبعا هذه اختياريه، يعني كتعطيهم مذاق وكذلك واحد التقرميشه من برا، يعني الزبده كتبقى اختياريه ماشي ضروري ولازم منها. على جنب عندي ديك الزلافه اللي خضراء فيها السميده، يعني السميده الحرشه ماشي الفينو. بغيتو طبعا تورقوا بالفينو، فانا كيعجبني السميد الخشن، يعني بغيتو تورقوا بالفينو كتورقوا. صافي، ديك الزبده كيف ما كتشوفوا خدمتها مزيان ما بين الاطراف الاصابع ديالي، حتى كتولي هيدا كرات صغيره، يعني كتندمج لي مع ديك الزيت. غادي نزيد سطح العمل جيدا جيدا، هذه ضروري المبتدئات هو كذلك غير المبتدئات، يعني باش تسهل معكم المسمنه باش كتطلقوها وكتطلق معكم دغيا بسرعه، فضروري ما تزيدوا سطح العمل.
فهذه الكره الاولى يعني انا ما صراحه ما تعطلش عليهم بزاف، يعني 5 دقائق بديت كنخدم، فالاولى تقطعت معايا شويه ولكن ماشي مشكل، ضروري جدا ما يتقطعوا معكم قليلا ما ماشي مشكل، ولكن المشكل هو الا كانوا كيتقطعوا معكم بزاف. صافي غادي نشكل مربع ولا دائره، من الاحسن انتم شكلوا مربع، يعني شحال ما قدرتوا تشكلوه على شكل مربع كيجي احسن، هكذا ملي كتشدوا له الجوانب ديالو ما كيخليش الهواء يدخل بيناتهم اثناء الطبخ، هذا ما كيخلي ديك الورقات كي تفرقوا على بعضهم ويعني كيتنفخوا معانا، يعني ديك الورقات كي تنفخوا وكيجيو مورقين. فكيف ما لاحظتوا معايا يعني الصوره واضحه او الفيديو واضح، كنطلق حتى كيبان لي سطح العمل، ثم كندهنوا بديك الزيت والزبده وكنرشوا بالدقيق، يعني دقيق ديال القمح الصلب. هنا غنعاود معكم وحده اخرى، فغادي نطلق الكره الثانيه بنفس الطريقه. ضروري ولازم جدا تطلقوا الكره ديالكم سطح عفوا العمل يكون مزيت، يعني يكون فيه كمية من الزيت هيدا باش كتسهل العملية ديال الطليق، والعجين ديالنا كي يزلق يعني كي يكون سهل سهل جدا. وضروري جدا ما كتطلقوا العجين ديالكم او لا العجينة ديالكم حتى كيبان معكم سطح العمل كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الكرة الثانية، فما بقاش كيتقطع معايا العجين، يعني مش مرتاح كي طاوعكم العجينة كتكون كطاوعكم وكتطلقوها يعني كتتحكموا فيها. صافي كيف ما قلت لكم بالنسبة للمبتدئات من الأحسن عملوا شكل مربع، ما تعملوش شكل دائري هكذا باش كيجيو معكم المسمنات منفوخين، حيت إلا عملتوهم دائريين فكيبقاو الجوانب مفتوحين، هذا ما كيسبب أنه ما كينتفخوش. صافي دهنت بديك الزيت والزبدة، رشيت بالقليل من السميد، ثم العملية معروفة جدا، يعني شكون ما يعرفش يعني الطريقة ديال القليب ديال المسمن أو طي المسمن، كنطويوها على شكل مستطيل، كندهنو بالقليل من الزبدة والزيت، ثم كنرشو بدقيق القمح الصلب أي السميدة، ثم كنشكلو شكل مربع، يعني طريقة سهلة سهلة جدا. صافي غادي نكمل انا ديك 12 حبة، فما شاء الله خرج لي الخير والبركة. صافي غادي نرجع معكم ان شاء الله، شوفوا معايا يعني باقي مرتاح نهائيا، ويعني العنوان باين من الباب، ديك الفقاعات هو طبعا دليل على نجاح المسمن. انا استعملت هنايا هاد البلانشا، العديد سقساوني قالوا لي من شريتيها، فالثمن ديالها رخيصة جدا، يعني ثمن مناسب 20 دولار من المحل ديال اكسيون هنايا في المانيا، فالثمن ديالها يعني كنهضر انا هذه 5 سنين، هذه دابا حاليا يعني في الزمن ديال كورونا ومن بعد كورونا الاثمنه ولات باهظه، كيزيدوا في الاثمنه تقدروا تجبروها حتى 30 دولار. صافي غادي نبقى نطيب مباشره، يعني البراكتيك والعملي في هذه الماكينه كتقدروا تطيبوا 3 حتى 5 الا كانوا صغار. صافي كيف ما كتشوفوا ما شاء الله، وكذلك سر اخر، ما كتخليوش المسمنه ديالكم حتى كتحمر عاد كتقلبوها، يعني ان فوا كتقبط راسها كتكون باقي يعني ما محمراش كتقلبوها، هذا هو السر ديالها، يعني كل ما قلبتوها كتصبروا شويه وكتعودوا تقلبوها حتى كتنتفخ معكم بهذا الشكل وبهذه الطريقه. ما شاء الله شوفوا معايا كيجيو منتفخين وصافي. وبالنسبه للمبتدئات حاولوا ما امكن انكم حتى يعني تكملوا التالي والكرات ديالكم المسمنات كلهم عاد تبداو في الطهو. فالمسمنات الاولى كانت لهاتني بنتي، جات عندي بنتي الكوزينه فتحمروا لي شويه، يعني كانوا علاني يتحرقوا ولكن ماشي مشكل، جاو محمرين مقرملين. صافي غادي نكمل ان شاء الله الطياب، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو، يعني صراحة يعني باينين باينين بأنهم غيجيو مورقين وبنان. صافي غنخليكم إن شاء الله مع الصور. فشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجيو من الداخل، يعني مورقين، ديك الورقات يعني بحال الورقه ديال الباستيلا، شفافين جدا، يعني الا حيدتوا ورقه على ورقه فتقولوا الورقه ديال الباستيلا. ما شاء الله كيجيو صراحه شهوه منهم، لا في البنه لا في الشكل لا في المذاق لا في التوراق، يعني غير جربوهم وردوا عليا. طبعا اذا تبعتوا جميع النصائح يعني كتورقوهم جيدا حتى كيبان معكم سطح العمل، كتستعملوا الزبده طبعا الا كانت متوفره، كدلكوهم جيدا او تعجنوهم جيدا، واللي ما عندهاش يعني الماكينه او لا ما قدرتش تدلك فما عليكم الا تعطيوه الميكا ديالكم هي اللي غتدلك. فصافي المهم بقى ان شاء الله حتى النهايه،
شوفوا معي ما شاء الله كيجي بحال بالونة، وهذا هو يعني خير دليل بأنه المسمن ناجح. فإلى المسمن ما تنفخش معكم أثناء الطوف، عرفوا بأنه كاين شي خطأ، يا إما يعني ما عجنتوش مزيان، يا إما ما طلقتوش ما دلكتوش مزيان، يعني ضروري ما يكون تما خطأ. فالسر ديال المسمن أنه يجي من فوق، وهما هاد المراحل اللي ذكرت لكم. فهذا هو وصلنا إن شاء الله نهاية ديال الفيديو. فشتو معايا قطعت واحد الطريف من الداخل باش تشوفوا كيش كيجي، يعني ديك الوريقات ما شاء الله كيجي مورق، فراه باقي سخونين المسمن الاخر، راني راه باغي كطيب. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي بنين وسهل ومقرمش ومورق. عليكم الى تجربوه ان شاء الله، وتردوا عليا في التعليقات ديالكم كيف ما العاده. ما تنساوش الفيديو بلايك وبارطاج، وكنقول لكم السلام عليكم وحتى الفرصه المقبله ان شاء الله.